راجل مصري سواق تاكسي، اسمي فؤاد محمد محمود، ساكن في مشيط الصدر عندي جامعة عين شمس. يوم 28 جالنا ناس من جامع الرحمة، قالوا لنا يا رجالة، احنا طلعنا من الجامعة، قالوا لنا يا رجالة تعالوا خد شوي سكر وبتاع. خدنا شنط، صراحة ربنا عشان احنا ناس غلابة سواقين توكوسة وكده. خدت انا شنطة ومرات الشنطة وبنت الشنطة، ورحنا خدنا الشنط وبتاع، وقالوا لنا ننزلوش يوم 30/6. قلت الشيخ ليه يا عم الشيخ ليه كده 30/6؟ قال لك اللي ينزل ده كافر. انا صراحة ربنا خدت الحاجات وشلتها ايه في البيت وكده. قابلت واحد صحفي وريت الحاجات وقلت له سيادتك الحاجات واحد اثنين ثلاثة. فطلعوا الجامع عبد الناصر يوم الجمعة، يوم 28 بالظبط. قلت له بص الحاجات كذا كذا. قال لي يا عم الحاج انت راجل مصري وينزل عادي ما تخافش. سكت. جالي بعديها بيومين ثلاثة، بعد يوم 30 كده بالظبط، جالنا واحد اسمه ابو سلام فتح قناة دينية. نادى علينا كده وفي الجامعة، رجالة كل سنة وانتم طيبين، وانت طيب ابو سلام وبتاع. قال لك خد يا عم فؤاد عاوزك. رحت له قلت له عمر ابو سلام في ايه؟ قال لي عايزين شوية ناس كده غلابة وبتاع، ياخدوا مربع العدوية ياكلوا ويشربوا، ياخد 400 جنيه. ماشي؟ قلت له ماشي يا ابو سلام. خدت انا ايه؟ صراحة ربنا خدت مراته وبنته ورحت اتفرج، لقينا حاجات هناك غريبة الشكل. ناس غلابة 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 بشوك في دماغهم، ناس من الشرقية وناس من القريات وناس من مدينة 6 أكتوبر، من سوريين، ناس الغلابة المساكين قاعدين واكلين شاريين كده. أنا شفت حاجة زي كده صراحة ربنا خفت. قلت أنا بدقن شوية كده شعري، رحت حلقته قلت لها إيه الوفد، عشان الوفد بيجيب حق المصريين. يا ريت السيسي الراجل المحترم والراجل الكويس اللي احنا حطينا املنا في ربنا وفيه، هو مكان عبد الناصر، هو وزير الداخليه، سيرتنا كانت وحشه مع الداخليه ودلوقتي الحمد لله رب العالمين. يا ريت حد يشوف، حد يكلمنا نشوف الناس دي لهم حاجات كده في دماغهم وواكلين لهم دماغهم. حرام الشباب اللي صغيره اللي تضيع، احنا عاوزين حد مسؤول يتكلم معاه.